للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال أهلا بك معنا على أكسترا نيوز. بداية كيف ترى أهمية مشاركة الرئيس في هذه القمة لتغير المناخ كوب 26 تحديدا في إطار جهود مصر الحديثة نحو مساعي الحفاظ والحفاظ على اتفاقية تغير المناخ التي أبرمت في 2015 حديثا؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. يمكن بالفعل مشاركة السيد الرئيس اليوم في قمة الأطراف المعنية بالتغيرات المناخية هي مشاركة في غاية الأهمية وتأتي في ظرف عالمي استثنائي له أيضا يعني تبعات على صعيد التغيرات المناخية. مصر منخرطة منذ يعني القدم في كل ما يتعلق بهذا الاطار، والكادر السياسي المصري منذ عام 2014 في الحقيقه بتولي هذا الملف اهتمام بالغ. وراينا السيد الرئيس في قمه باريس له كانت له كلمه في غايه الاهميه، وضعت لمصر ورسمت الرؤيه الاستراتيجيه للدوله المصريه تجاه هذا الملف، والتي في الحقيقه بتعتمد على فكره العداله في توزيع تبعات التغيرات المناخيه، وايضا يعني حمل الهموم الخاصه بالشعوب الناميه والشعوب الافريقيه للمجتمع الدولي، وخاصه الدول الكبرى التي يعني كانت لها دور كبير جدا في احداث الكثير من التغيرات المناخيه نتاج الثوره الصناعيه. وايضا حتى في يعني كلمه السيد الرئيس في عام 2019 في يعني القمه الاخرى الخاصه بمستوى او الشق الرفيع في مؤتمر باريس، ايضا الرئيس اكد على هذه المعاني، وبالتالي من المتوقع ايضا ان تؤكد كلمه الرئيس وان تدعم الدوله المصريه نفس الاستراتيجيه المتعلقه بعداله التوزيع في تبعات التغيرات المناخيه، خصوصا ان الدول الناميه والدول العربيه والافريقيه بتدفع الان ثمن باهظ تجاه هذه التغيرات المناخيه. نعم. ولها تبعات كبيره جدا، ويجب ان تتحمل الدول الكبرى ايضا مساهمات في هذه الدول الاخرى. سياسيا على هامش هذا او هذه القمه الهامه جدا التي يحضرها كبريات الدول في بشكل خاص، كيف ترى هذه المشاركه المصريه سياسيا واللقاءات التي ربما تعقد على هامش هذه القمه؟ بالتاكيد الثقل السياسي للدوله المصريه الان اصبح فاعلا ومؤثر في المحيط الاقليمي والدولي، وحينما ذهبت القياده السياسيه المصريه الى اي من المحافل الدوليه وجد الكثير من التشاور والتباحث حيال الكثير من القضايا الاقليميه والدوليه، ومصر الان هي الفاعل الاقليمي المهم سواء في صعيد او على صعيد القضايا الدوليه المهمه مثل التغيرات المناخيه او حتى في القضايا الاخرى زي الفلسطينيه والليبيه وغيرها من القضايا الاقليميه. وبالتالي بالفعل هناك يعني دور سياسي واداء سياسي مهم جدا في هذه القمه، يتعلق ايضا بتوثيق المواقف المشتركه سواء في القضايا العالميه المهمه او حتى في القضايا الاقليميه. شكرا لك أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي كان معنا عبر الهاتف.